مش بالفريق الاول بس، احنا بنهتم بالفريق الاول وكمان بقطاع الناشئين. ده الدور اللي كان بيتكلم عليه لجنه التخطيط كابتن محمود خطيب والدكتور طه اسماعيل، الاهتمام هيشمل كل فرق الكره في النادي الاهلي، وبدات البادره تظهر كمان النهارده بفوز كبير للنادي الاهلي. والاهم كمان الفوز هو اداء رائع من فريق 99. هنروح دلوقتي برضو لاول اخبار، لاول فقرات برنامج الاشبال، هنشوف اخبار الاشبال والناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها دلوقتي مع الموقع طيب. معانا محمد فخري، شوف محمد فخري اللي احرز هدف النهارده في لقاء القمه الاهلي والزمالك، القمه المصغره بين شباب الاهلي وشباب الزمالك على ملعب الزمالك، وكان محمد فخري احرز الهدف الثالث. كان احرز الاهداف محمد شكري الهدف الاول، عادل زين والهدف الثاني، واضاف محمد فخري الهدف الثالث. الف مبروك يا فخري. ايه بقى يا كابتن اسامه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله فخري، الف مبروك النهارده على النتيجه وعلى الاداء. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. الحمد لله الفوز النهارده وعلى الاداء ده طبعا كله ده بفضل ربنا الاول، وبعدين الجهاز واللعيبه. كلنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت دي كلها على بعد ماتش سموحه، ما احنا تعادلنا اول ماتش في الدوري. وقفنا ان احنا نكون كلنا على قلب راجل واحد، وان شاء الله يعني دي تكون، لان هي جت في الاول التعادل ماتش لسموحه، وتكون ان شاء الله البدايه ماتش الزمالك. والحمد لله النهارده كنا رجاله والحمد لله فزنا. تمام، كلمنا بقى عن الهدف يا فخري، الهدف جبته ازاي النهارده؟ النهارده الكره كانت في نص الملعب مع عادل بينهم، وبعدين لعبها للشامي. الشامي دخل بقى لجوه، وبعدين وصل ضغط انتحل عشان الشامي كان بيلعب مهاجم. وبعدين لعبها لي بين المدافعين، ورحت انا والجون وكنت انا انفراد، وبعدين حطيتها بشمالي. فرحه كبيره اكيد، كمان يعني كان مباراه السوبر دافع كبير ليكم يا فخري، خاصه كنت معايا كابتن عمرو انور دلوقتي، وقال ان هو في المحاضره اتكلم عن مباراه السوبر وكانت حافز ودافع ليكم النهارده. اكيد طبعا مباراه السوبر، وبعدين كانت ليهم، كانت لينا حافز، عشان هم هيكونوا طبعا عايزين مثلا يطلعوا من الكبه اللي فيها دي، فيكسبونا ويتعادلوا معانا، يعني يكون يعني يحسنوا الصوره شويه. بس احنا الحمد لله كنا رجاله النهارده وكسبنا الحمد لله. تمام، انت ما ادهمش فرصه. تمام، انت انتقلت من السنه اللي فاتت من غزل المحله للنادي الاهلي يا فخري، طموحاتك ايه بقى مع النادي الاهلي؟ 16/1/2018 في النادي الاهلي. تمام، وبعدين كنت انا قعدت فتره عشان كان جالي كاس في التركوا، قعدت شهرين. مظبوط، اول ما انضميت للنادي الاهلي. وبعدين رجعت مع الكابتن حسام بدر والكابتن احمد ايوب، وخدت الدوري. كنت دخلت انا ماتش المصري الاسكور، وبعدين السنه اللي فاتت مع الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن عمرو انور والكابتن ياسر رجب، اخذنا الدوري الشباب مع 97. ان شاء الله السنه دي يكون الدوري الثالث ليا باذن الله. يعني شاركت انت مع الفريق الاول في بعض المباريات الوديه يا فخري؟ انا شاركت السنه اللي فاتت شاركت، وكنت اول ما جيت كنت ماتش الشباب السعودي. وكان ماتشات وديه، مكان مثلا بيكون في ماتشات وديه في الكاتش او مكان بره، كنت بشارك معاهم على طول يعني. طيب عشان نعرف بقى جمهور النادي الاهلي، مركز محمد فخر ايه؟ المركز اللي دايما بيوظفك فيه الكابتن عمرو انور في الملعب. الكابتن عمرو السنه اللي فاتت كنت بلعب 8 مع فريق 97، والسنه دي بلعب 10، اللي هو صانع مكان طبعا صانع الالعاب يعني. والسنه دي الكابتن عمرو موظفك في مركز ايه؟ صانع الالعاب رقم 10. رقم 10. طب كل التوفيق لك يا فخر، ان شاء الله نقدر نشوفك بقى خلال الفتره اللي جايه كده تمرن مع الفريق الاول، وتاخد فرصه ان محمد فخري يعني من اللعيبه المميزه النادي الاهلي يعني ضمهم الموسم اللي فات من نادي غزل المحله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.